أهلا بكم من جديد. رح نرصد سريعا توقعات لوزارة التخطيط لانخفاض مستويات الفقر في العراق بناء على نتائج المسح الأولية، المسح الاقتصادي والاجتماعي للأحوال المعيشية في اللي يختص بموضوع الفقر، واللي من المؤمل أنه يتم إعلان النتائج بنهاية هذا العام. هذا المسح انطلق في شهر تموز الماضي، وأيضا يعني تبدي مرحلة الثنائية أو الثانية من بداية العام المقبل. طيب، بالمقابل توقعت وزارة التخطيط وصول عدد سكان العراق إلى 48 مليون نسمة بحلول عام 2028 على يعني قاعدة نمو منخفضة تحت 2.5%، وتوقعت أيضا بلوغ نسبة فئة سكان في سن العمل إلى 60% من الإجمالي العام، واللي يتطلب تحقيق معدل نمو اقتصادي يعني ويولد فرص عمل وتلبية احتياجات السكان من تعليم وصحة وخدمات وعمل. يعني هذه التفاصيل للتوقعات راح نتحدث بها مع الدكتور عبد الزهرة الهنداوي، متحدث باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. أهلا وسهلا، مساء الخير مازن، تحية لك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. بداية يعني شنو هي المعايير للعينات التي أخذت لهذا المسح، وخصوصا الجانب الاقتصادي والاجتماعي، ويعني ما هي النتائج المرجوة من انخفاض معدلات الفقر، وكيف ممكن الاستفادة منها ومعالجة هذه يعني المستويات؟ شكرا جزيلا. هذا سؤال متعدد الرؤوس. نعم صحيح. كما يسمى هذا المسح هو مثل ما أشرت قبل قليل انطلق في النصف الثاني من شهر تموز يعني الماضي، يعني النصف الثاني من هذه السنة. نعم. في مرحلتين، المرحلة الأولى مدة 6 أشهر قاربت على الانتهاء بنهاية هذا الشهر، الشهر 12/2024، وتبدأ المرحلة الثانية من الشهر الواحد لغاية الشهر السادس من السنة المقبلة. نعم. أيضا نتوقع أنه تكون لدينا نتائج أولية على الأقل تخرجها المرحلة الأولى. المسح حقيقة أو استمارة المسح تتضمن عدد أو طاقة من الأسئلة التي توجه للأسر المشمولة بالبحث. طبعا المسح يشمل كل المحافظات على مستوى الأقضية بما فيها محافظات إقليم كردستان، وبالتالي نتحدث عن 18 محافظة عراقية. الأسئلة يعني تدور حول تفاصيل معيشة الأسرة وايضا خصائص الاسره، يعني فيما يتعلق بالخدمات الصحيه، كيف تتحصل الاسره على الخدمات الصحيه، ايضا خدمات التعليم ومستويات التعليم والخدمات الاخرى، الماء، الكهرباء، النقل الى اخره. وحتى هناك اسئله عن التخلص من النفايات وما هي الآليات اللي تستخدم في التخلص من هذه النفايات، أيضا الصرف الصحي وكيف التخلص من الصرف الصحي. الإنفاق أيضا عامل مهم وأحد الأشياء المهمة، إنفاق الأسرة. نعم. ما هي الأولويات لإنفاق الأسرة الشهري؟ هل هو للغذاء مثلا، هل هو للصحة، للتعليم، للكهرباء، للأمور الأخرى، المتطلبات الحياتية الأخرى؟ وبالتالي هذا يعني نتائج هذا المسح بعد تحليلها احصائيا ستعطينا صوره عن بالدرجه الاساس عن واقع الفقر في العراق. نعم. ما هي النسب الموجوده حاليا في العراق يعني على مستوى المحافظات وعلى مستوى البلد بشكل عام. نعم. ايضا تركز الفقراء، من هي المحافظه الاكثر فقرا؟ أين الخلل؟ هل تمت خلل في مثلا في الجانب الصحي، في الجانب التعليمي، في أي جانب آخر من جوانب حياة الأسرة؟ وبالتالي توضع هذه القضايا ضمن الاستهدافات التي تتضمنها الخطط لمعالجة مثل هذه الإشكالات أو الفجوات التنموية والبنيوية. نعم. النتائج المرجوة اليوم لما حددنا أو حددت حضرتكم يعني من خلال المسح السريع اللي كان هو حددت مثلا محافظة الأكثر فقرا،
كيف يتم المعالجة برأيك؟ يعني أنتم راح يتم ربما الإعازة إلى وزارة العمل بأن يكون هنالك دفعات من المعونات الاجتماعية، أم معالجة الموضوع بطريقة أن يكون هنالك مشاريع ودمج هؤلاء بمشاريع وتشغيلهم كأيادي عاملة يعني وتوفير فرص عمل بالنهاية؟ نعم، هذا سؤال مهم بصراحة. اولا خلي نشير الى نقطه مهمه معجن، انه ابتداء نقول انه نحن نتحدث عن فقر متعدد الابعاد، يعني لا يرتبط فقط بالدخل وتحت مستوى الدخل للفرد والاسره، انما نتحدث عن الابعاد الاخرى اللي تشمل الصحه وتشمل التعليم وتشمل السكن وتشمل الغذاء ايضا والخدمات. وبالتالي نتائج هذا المسح حقيقه ستكون مدخلات مهمه لاعداد الخطط المستقبليه. نحن في وزاره التخطيط الان نعد باعداد استراتيجيه جديده لمكافحه الفقر في العراق لخمس سنوات مقبله، وبالتالي مهم جدا ان تكون الصوره واضحه بالنسبه لنا فيما يتعلق في ما هي المحافظات الاكثر فقرا، الاقويه الاكثر فقرا، ايضا ما هو المستوى المعيشي للفقراء. وفق هذه المعطيات او الاضاءات خلي اسميها نضع خططنا ونضع برامجنا لدعم الفقراء من خلال شبكة الحماية الاجتماعية. هذا قد يتعلق الأمر بالدخل، من خلال الجانب الغذائي فيما يرتبط بسلة المواد الغذائية بالبطاقة التموينية، أو فيما يتعلق بالأبعاد الأخرى يعني فيما الصحة يعني توفير تمكين جميع الخدمات يعني اللي تتطلبها والصحية والتعليم أيضا. قصة أخرى أو قضية أخرى مهمة نشير إلها طبعا توجهاتنا الآن، توجهات الحكومة هو عدم توريث الفقر. هناك مشكلة أو ظاهرة أنه الأسر الفقيرة تتوارث الفقر، يعني كما تتوارث المهنة، يعني أبا عن جد كما يقال. هذا القضية تكمن في الجانب التعليمي تحديدا، يعني المعادلة تقول أنه كلما انخفض مستوى التعليم كلما زادت نسب الفقر، وكلما يعني ارتفع مستوى التعليم كلما قلت نسب الفقر، على اعتبار انه الاسره المتعلمه او الفرد المتعلم لديه فرصه في الحصول على فرصه عمل، اما غير المتعلم فصعب جدا ان يجد فرصه عمل. لذلك حتى التوجه الان هو تحسين مستوى التعليم وتمكين الاسر الفقيره من تعليم ابنائها، ولذلك جاء القرار والاجراء انه منح الاسر الفقيره التي لديها ابناء في المدارس منحه مقطوعة لتمكينها من إرسال أبنائها للمدارس وعدم تسربهم من الدراسة. نعم، وكانت مبادرة جيدة هذه وصولا للجامعة. نعم. طيب اليوم احنا يعني في المرحلة الأولى اللي أنجزتوها تقريبا واللي المفروض تنقل النتائج نهاية العام، نقدر ناخذ حصري من عندك عن مستويات الفقر بهذه المرحلة مبدئيا؟ يعني قبل لا تعلن النتائج بشكل رسمي، اكو فد أرقام حاليا وصلتوا لها؟ حقيقة من الصعب أن نتحدث عن أرقام الآن، لأنه ولو المرحلة الأولى فقط، يعني المرحلة الثانية بعد السنة الجاية ما زال في موجات المستمرة، ولكن توقعاتنا أنه النسبة ستشهد انخفاضا. نحن نتحدث يعني المؤشرات السابقة لدينا تشير إلى أن نسبة الفقر هي 20.5 أو تقريبا 21%. نعم. ولذلك حقيقة نتوقع أنه ربما تنخفض أقل من ذلك، في يعني هذا طبعا في ضوء ما جرى يعني اتخاذه من إجراءات خلال هذه السنة 2023، سواء كان ما يتعلق بالشبكة الحماية الاجتماعية، منح القروض، أيضا البطاقة التموينية واستقرارها، أيضا زيادة نسب الالتحاق في الدراسة، يعني إنجاز الكثير من المستشفيات ودخولها إلى الخدمة. هذه كلها الـ يعني القضايا ساهمت أكيد في تحسين حياة الفقراء، وبالتالي يعني نتوقع أن هناك تراجع، ولكن كنسبة حقيقة ليس بالإمكان الآن الحديث عن نسبة إلا بعد أن تطلع النتائج وتعلمون. بس مبدئيا يعني تتوقعون أقل من 21%؟ أكيد نعم. نعم، المحافظات الأكثر فقرا بينت عندكم؟ يعني هو سابقا بالمؤشرات السابقه كانت تشير الى ان المثنى هي المثنى. نعم. والمثنى خلال هذه السنتين الاخيره بصراحه وحتى ثلاث سنوات اكو تحسن، شهدت حركه تنمويه ممتازه جدا، حتى ان المؤشرات التنميه المؤشره لدينا لهذه المحافظه بدات تتحسن بشكل واضح. ولذلك اعتقد انها يعني ستتخلى عن هذا
المركز المثنى يمكن يقابلها في نفس الوقت زياده في اعداد السكان شويه مطرده يعني سريعه. ها المثنى هي الاقل المحافظات سكانا يعني في نهايه هذا السنه يعني ربما تلامس المليون او دون المليون نسمت 150 الف ربما وهي الاقل يعني بين المحافظات ولكنها على فقرا كانت في الفتره السابقه. نعم. لدينا نسب فقر كانت في محافظه المينوى شمالا بسبب تاثرها بما مرت فيه من ظروف كانت نسبه الفقر فيها حوالي 37 او 38%. وايضا لدينا نسب فقر مرتفعه في الديوانيه وفي ذيقار وفي نيسان محافظات الجنوب. نعم. اعتقد انه هناك يعني تغير في خارطه الفقر حدث او طرا خلال هذه السنه. نعم. طيب سيد عبد الزهره مرحبا بكم مره ثانيه، ماذا بشان بغداد؟ نعم. اهلا خمائل، حقيقه بغداد هي على اعتبار هي المحافظه الاكثر سكانا، بغداد سكانها في النهار ربما يتجاوز 11 مليون نسمه. في النهار 11 مليون؟ بالنهار طبعا لانه بغداد نهارا تستقبل الكثيرين من المحافظات لاغراض التجاره، لاغراض التعليم، لاغراض الصحه، لاغراض العمل. ليلا يدخلون ليلا سكان بغداد ينخفض الى 9 ملايين او اكثر من 9 ملايين نسمة في الليل على اعتبار يكون السكان الاصليين زائد يعني من يسكن في العاصمه بشكل مؤقت. نسبة الفقر في العاصمة بغداد هي يعني بالمؤشرات السابقة كانت تشير إلى أنه حوالي يعني 11% أو 10.5%. نعم. ولكنها كعدد يعني هي أعلى من يعني كرقم أعلى بكثير من المثنى لنسبة الفقر بها 52% على اعتبار نسبة ال 11% اكثر من نسبه ال 50% من ال 900,000 نسمه، يعني هذه المعادله الديموغرافيه بالنسبه لما يتعلق بالسكان والنسب. طيب سيد عبد الزهره، ماذا بشان التعداد السكاني؟ ايضا احكي عن الزيادات في العاصمه بغداد، قدرون السيطرون عليها؟ من اي باب السيطره خمال؟ بس توضح السؤال رجاء. عفوا يعني كيف نسيطر؟ ما هو وجه السيطره هنا؟ يعني ما المقصود بالسيطره؟ نعم يعني اقصد على موضوع التعداد او الزيادات السكانيه، توقعات الاخيره برايك، هل هو مسيطر عليها من ناحيه تقديم الخدمات؟ لو لا يعني صحيا، تربويا، اقتصاديا؟ طبعا لا يختلف اثنان خمال انه لدينا اشكاليات بنيويه في مختلف القطاعات التنمويه سواء كانت في التعليم، في الصحه، في السكن، هذا واضح وهذا وحقيقه ليس بجديد انما هو تراكمي، ولكن ضمن خططنا وبلحاظ الزياده المنطلقه في اعداد السكان. نعم. احنا نتحدث عن زياده سكانيه سنويه يشهدها العراق على مستوى العراق. نعم. يعني تصل الى اكثر من مليون، مليون وربع، يمكن مليون و300 بعض السنوات السابقه. فبالنتيجه صارت فجوه بين يعني بين عدد السكان وبين واقع الخدمات والبنى التحتيه الموجوده في عموم العراق وليس في عاصمه بغداد، بغداد ربما الاكثر. طيب بلوزن. احنا نقول 48 مليون بحدود عام 2028 كبنى تحتيه. نعم. تتحمل؟ لا طبعا بالتاكيد اذا نتحدث عن البنى التحتيه يعني في وضعها الراهن اكيد لا تتحمل، ولكن اساليني ما هي الخطط اللي يمكن هو هذا اللي دا اقوله، هل هناك خطط ستنفذ حقيقه يعني حقيقه على ارض الواقع استعدادا لهذه الزياده في عام 2028؟ واحنا ما بقى لنا شيء ترى، يعني يمكن هي سنه تطب منا تطلع منا بصراحه، يعني الكل يتفاجئ بالفعل، يعني بالشارع العراقي يقول لك السنه ما تنشاف يعني. فال 48 لحد عام 2028، هل هناك يعني خطط ومشاريع ستنفذ ستطبق حتى نكون مستعدين كبنى تحتية؟ نعم بالتأكيد نحن على وشك الانتهاء من إعداد خطة التنمية الخمسية 2024-2028. هذه الخطة يعني نقول أنها أو نريد لها أن تكون مختلفة عن الخطط السابقة بما يعني تضمنه من استشارات وأهداف. نعم. وأنها ستكون مستجيبة للواقع بشكل قابل لتحقيق الأهداف. هذه الخطه حقيقه اخذت الواقع بكل تفاصيله ووضعت الحلول للمعالجات لكل المشكلات،
التي تواجه البلد، سواء كانت فيما يتعلق بالخدمات والبنى التحتيه، فيما يتعلق بالسكن، بتطوير القطاعات التنمويه غير النفطيه، زراعه، صناعه، سياحه الى اخره. وبالتالي يعني اشترك في وضع هذه الخطه كل الفعاليات يعني الاقتصاديه والحكوميه والتشريعيه، القطاع الخاص، المجتمع المدني، كل هذه الفعاليات يعني تشترك معنا في عمليه الاعداد. وبالتالي اقول انه الخطه نعم ستوفر ظروفا افضل لتحقيق مستوى معيشي افضل، مستوى خدماتي افضل. نعم. هذا طبعا ياتي بلحاظ تاسيس الصندوق الاجتماعي، الصندوق العراقي للتنميه. ايضا هناك صندوق دعم المناطق الاكثر فقرا في عموم العراق، ونحن نتحدث عن الفقر. هذه كلها حقيقه مسارات مهمه، اعتقد سيكون لها يعني اثر واضح في تغيير المشهد العراقي. نامل ذلك بكل مفاصله. نامل ذلك. شكرا جزيلا لوجودك وانضمامك ويانا الدكتور عبد الزهر الهنداوي المتحدث باسم وزاره التخطيط والتعاون الانمائي. شكرا جزيلا مره ثانيه.